بقرب انفراج الأزمة انفراجا نهائيا. ظابط ركبت لجنة ارتباط بس البيت نص هابط بيت الحسيمة فلو مثلهم بيت علم الدين جارك ما في محله لو ما كان من زيت الدين قال راحوا على الغربية بالليل ركبوا عربية وفجأة صاروا غربية سمعنا بواريد حربية فاتوا بالجيب عالحي قالوا وينو بريق المي لبسين اخضر ملتمين جميل وجوهكم يا حلوين بس مش معروف مين موضة من حرب لبنان حمل الرشاش وكب العود هالشب اللي كان فنان وسعيدة ابو السعود وهو عم اشطط يكون فلتان صورة العذراء على الرشاش ومشتام لازين بسكوتش سكوتش ومنه سكوتلندي العذراء تحمي يا افندي وانتو جايين تحمونا بس من مين من مين من مين هذه البوصة صار ممنوع صارت البوصة رمز رصاص وعلي الحرب بلبنان للضمور للبحصاص سياد اللي كان رحباني قالوا خان الأمانة كاساتو شيطة مشربك لفة بعلم واتلبك لك وقت الصوت زياد ممنوع والبوصة تضمر عالكوع فوق مدرسة الجمهور مدرسة كلها برستيج اسمع زياد غصب عنه اضحك على كلمة صاريش بلين صاريش 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 يرعيش ابو الغضب ايه ابو الغضب اليوم كتير معنا قويه الغنيه كتير قويه جوال. كتير بتفسر الوضع بايام الحرب 100% يعني بالاحرف والرشاش وشريطك وفلتان وما بعرف شو هي اول مره بتلجا لغنيه للترويج لمسرحيه عندي 7 اغاني بس بدي اميل شوي صغير يكون معه وقت اميل عواد 7 اغاني لا ابو الغضب ايه انا بالاول كتبت 14 غنية لل بدنا نعملهم سيدين الاراد وصير احكي مع جمهوري الحبيب وتعمل حفلات تحية حفلات فنية بتغني لهم بركي بالمسرحية الثانية بس ابو الغضب شو قصته قديش في غضب جواته او قديش هيدي فشة خلق بتعرفي كل العالم عم يفكروا انه هو كاركتر عم بحكي عنه من ايام الحرب هو كان في كاركتر اسمه ابو الغضب كان بسوق منطقه البور بالصيفي بس كل منطقه من بعد ما عملت ريسيرش طلع في عندها حدا اسمه ابو الغضب حتى بطرابلس او بالهرمل يلي هو فلما عم بحكي عن ابو الغضب هو ابو الغضب اللي بحكي عنه بالمسرحيه هو مين لجبان بس بسمى حاله ابو الغضب او ملقبينه هو بابو انه هو ابضاي عم يتمسخر عليه يعني ايه بس بمطرح من المطارح كنا بنصير ام الغضب وابو الغضب لما مثلا بتعلق بعجقه سير او حدا بيكسر عليك او بتكوني ناطره صار لك ساعه تتعاملي معامله وبيجي واحد بيوقف قدامك وعم بيدخن وما بده يزيح هون بيضرب الغضب نابو ايه فترة الحرب وبيروت المقسمة شرقية وغربية يمكن كتير فنانين تناولوا هالموضوع شو الشيء الجديد انت يلي عم بتقدمه هلأ من خلال ابو الغضب كله مع احترامي للكل يعني بس كله حكى عن هالشيء بطريقة انه يا شو تعذبنا بالحرب ونعي ووجع وفي عبرة بالآخر ووعظة انه لازم نحب بعضنا اسلام ومسيحية 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 ودروز وشيعة وتعايش كذا انا هون عم بحكي اجتماعيات الاغاني اللي عملون هن مثل راب او سلام او سجع يعني حطتهم باطار انه بس يحطوا الكونتكست تبع الفترة الباقي هو نحن كيف كنا عايشين او تو سرفايف يعني انه يعني هي فتره طفولتك المراهقه تبعك كلها كانت بها الاجواء ايه بس كان في قصص مهضومه كمان والقصص المهضومه هي مثل ايه تطقيش البزر بالملجا واللعب الورا والعالم كيف تقعد تخبر اخبار مع بعضها هو اللي حكى عنهم بالمسرحيه هلا بساعه الساعه يعني بوقتها كنا ايه اكيد لا كميه الضحك انا خفت انا بيطلع لي 3-4 ضحكات بالمسرحيه
بس كمية الضحك كانت نهارة الافتتاح مرعبة. أنا ما بحياتي شايفك ما كنت متوقع هلأ. لا أبدا. طيب رح روح شوي للراحل جلال خوري اللي غدرنا من فترة، هو رفيقك بالمسرح دايما يعني كلنا بنعرف أنه كنتوا كتير قراب وبتستشيره. أكيد قري النص قبل ما لعبته قدامه كذا مرة، وأكيد أعطاني هنت يعني هيك تظبيطات صغيرة وكذا، واليوم كتير مستفيد له، حتى لدرجة انه نهارتي اللي كان بدي اطلع باول عرض قلت يا ريت احلم فيه، يا ريت يزورني بالحلم، وحلمت فيه. ورحت تاني يوم مرتاح نوعا ما، بس بعدني لليوم بحسه بالصالة يعني، مش لانه بيحضر مسرحك دايما بيشوف جلال خوري مع جو داح. يعني هو مثل الباترون، مثل العراب كان لك. طيب شو قال لك عن هيدا الناس؟ جو شو قال لك عن هيدا النص؟ قال لي نصك بجنن، انا ما بسوى هيك قال لك. بس ما قال لك شيء جديد، بعتقد هي قايلها من كذا نص قبل. لا ما بتخيل قال لك شيء جديد يعني. لا لما كنا يعني مره بالمسرح ومرتين ثلاثه بالبيت، انه هيك كون قاعدين عم نشرب قهوه او عم ندردش وكذا، قال له يلا يلا بدي العب لك النص، ويصير هو حتى في هنس يعني اعطاني اياهم تظبط شوي صغيره بالنص، وقال لي نصك من اجمل النصوص اللي انا كتبهم برايه هو يعني. والاغاني بس معهم وخاصه كثير حبون، كان بده ياني لون فيهم، بس انا جرب فسر له انه لا انا رايح صوب الراب اكثر، مش راب سلام اذا بدك. وهون اتخانقنا مرتين ثلاثه، كنا على طول نتخانق كل يوم كنا نتخانق. طيب انت ليش اصلا لجأت للاغاني هالمره بالمسرحيه؟ ليش لا، ليش لا، بتعرفي عادة كنت اعمل على طول انترماد ريح بين مشهد وتاني، فقلت هون بدي اعمل شغله شوي صغيره مختلفه، وانا اكيد مني مطرب يعني، مني مغني، صوتي لما بغني كارثه يعني، فجربت اعمل شغله مهضومه واكسسبل للعالم، حط فيها قد ما فيني صور. الفكره دغري بتوصل بتصير للناس من خلال هيك الغنيه، وعن جد يعني فيها صور ميتافور كثير اشياء بنعرفها وعشناها واختبرناها وقتها. انا هذا اللي عم جرب اشتغل عليه، انه اطبع صور بذهن العالم. وفي قصص، حتى في عندي شغله كثير صعبه، انه يلي فوق ال 35 بيعرفوا عن شو عم بحكي، يلي تحت ال 35 بدهم يرجعوا لقصص اهلهم يلي مخبرينهم اياها، اخواتهم اكبر منهم. ايه بس يلي فاجأني انه بالعرض الاول كان في عندي شباب صغار 17 من مدرسة الجمهور، الجمهور من الاتنين من عدة مدارس. كانوا هيك وكانوا عم يضحكوا وكانوا مبسوطين يعني، فاجأت بهذه الشغلة. كثير منيح. اخر عمل عملته قبل ابو الغضب هو دادي. انا لحالي ايه كوان مان شو كان دادي. بعدين رحت على يعني كان صار لك يعني هذا الموضوع جديد نوعا ما، او فيه تغيير عن المسرحيتين ثلاثه يلي عملتهم قبله. ايه بده يضل الواحد يفتش على شيء جديد. انا ما بحياتي حكيت عن الحرب. وبعد لهلا بقول انه هيدي المسرحيه ما عن الحرب، هيدي المسرحيه عن نحن كيف كنا بهيدي الفتره. بس غريب موضوع الحرب، قد ايه صار له، قد ايه بعدنا بنحكي عنه وبنسمع عنه. انه شو عايشينه؟ عايشين يعني. يمكن الجيل اللي بعدنا بيحكي اقل، اللي بعدنا اقل. اللي بتفاجئه بيريت انه كيف بعد انه اوقات الشباب الصغار بيقعدوا بتشارعوا على قصص سياسيه وهن منهم عايشين الحرب يلي هن موتين. هن ما معهم خبر شيء اكشلي. يعني هن بس ورتينا من اهلهم وجدودهم يعني. وهيدي شغله عبثيه انا بلاقيها. هلا نحن انه بلا اكلتنا ثلاث ارباع حياتنا، هلا خلي حدا يفرقع حدك بتنطي باربعتك. صح، بصير ابو الغضب 100%. طب عم تحضر مسرح؟ عم بتشوف؟ ايه بحضر اوقات لما يكون معي وقت. ايه انا بحب، وعندي كثير اصحاب ومش اصحاب يعني، بروح بحضر كثير زملاء. ايه رحت حضرتك. صح. إيه؟ انا رح اجي احضرك. إيه يلا بدلوا زيارات. طيب في عنا تريلر بعد بنشوفه. يلا. في صوت عم بينقرض بالضاد، هو صوت البريستو تبع امك، وريحة الفاصوليا حافظة بالبنايه كلها. فينتج يعني لما بتفوتوا على محل التياب بتوشوشوها للموندوز. في عندك تاي سانكونتويت؟ في عنا سانكونتويت. وات صوتك. ابو الغضب لجؤدي على مسرح الجميزة، للحجز 76 409 109. او هيدا ابو الغضب. هلا ما فهمت شو خاص البريستو بسايز سايكوتري. بتعرفي في قصص بحكي عنها بهيدي المسرحيه،
اليوم عم تتغير، اليوم كل العالم لقطة سلولارا وماشي هيك، ما بقى عم يطبخوا بريستو بالفاصوليا بالبريستو. انا مره كنت قاعد مع شباب اصحابي منى صليبه واميل عويد، وكنا عم نمزح هيدا، كنا قاعدين مع بعض، قال له ليك اميل شو في صوت بردك لطفولتك ما بقى عم نسمعه اليوم؟ صوت البريستو. قال له كيف عرفت؟ قال له وما حدا يطبخ، كله اليوم بيطلب دليفري. وفي كتير قصص يعني بحكي عنها بالمسرحية، عن جد عم تختفي. يعني هيدي علبة البسكويت تنك الحديد، علبة الخياطة، هي علبة الخياطة اكزاكتلي، بتفتحي بيطلع لك قمر. و جد ولا مرة فتحت ولقيت بسكويت، دايما في ياك كوب صوف يا بولا. مرة كانوا عم يضيفوني قلت لهم لا ما بغير، بدك شتبان ودبوسان الله يخليك. تنقول انه التريلر من اخراج سولانج تراك، هي كمان انتم مثل عائلة جو. يعني قبل كانت معك بليزون دانجروز، ودائما تقريبا نفس الاسامي نفس الاكيب. في انا يعني العالم اللي بشتغل معهم بتعرفي بالمسرح بصير، بتعرفي انت بصير في مش كليكات، لا في لحظه كليكات ايجابيه بتفهموا على بعض. انا ما بحب المنطق هيدا اللي انه نحن مبوطين مع بعضنا وما بنشتغل، او نحن مثقفي منطقه معينه، او نحن اليساريه، او نحن هدول اليمين المتضرر، عرفتي؟ البلد كله هالقد. بس المسرح بقرب العالم خاصه بالريبيتيشن. يعني سولانج واميل عواد وجيمس شهاب هلا، و بتضلوا عندك غير انه بتصير تيم واحد اللي بتشتغلي معه. مثلا هلا طلال الجردي انا ما كنت بعرفه منيح قبل، كنا بونجور بونجور نحكي كلمتين بتقتل، صرنا مثل الاخوه. برنادات اليزون دونجور برنادات على طول منتلفن لبعضنا وهيك، يعني بتحس انه يلا، يعني بقلوبنا في حكي انه يلا تعوا نعمل شيء جديد وهيك. بقى المسرح عن جد بيخلي العالم كثير تقرب من بعضها او تنفر من بعضها كليا. بس بالشغل مهم انه تكونوا بتعرفوا بعض، بتعرفوا بعض، يعني بتعرفوا افكار بعض، راي بعض، بتوثقوا ببعض. ليك لما تشوفي حدا طرق كريزه قدامك، يعني عم ببلش يتعرى. يعني لما يبلش بينه نقط ضعفه، مثل لما تشوفي حدا قد الجبل انه وايجو، انه انا الممثل المشهوره وانا الممثل العظيم كذا الى اخره، وفجاه لما بتحسي بلحظه ضعف، ايه بلحظه ضعف، انه انا خايف اعمل هالشيء لانه يعني ما بقى خايف يبين على حقيقته قدامك. يعني خلص اي متى ببلش؟ اليوم. اليوم ايه اليوم اول عرض للبيبليك. اليوم فل اليوم وبكره، هاي وبعد بكره. برافو. هو مكفى شهر تقريبا العروض، خميس جمعه سبت احد، صح؟ من هلا ل 25 شباط على مسرح مدرسه الفرير بالجميزه. اوكي جودح، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. نخفف غضب. ايه جونتي جونتي. اوكي هلا شو؟ هلا بريك وبنرجع. يلا تقرير ومنرجع. اوكي تقرير. طيب. بسينما مول بيلو مول بدبي رح نروح لنتابع وقايع اطلاق العرض الاول للفيلم اللبناني ملا علقه بالصالات اللبنانيه بحضور اهل الفن الصحافه ونجوم العمل، وتفاصيل مع زميلتنا باميلا نبهان. إذا ما بتكون المصاري معي رح شخصك قدام بيك نايب وعروستك. فراس الريس، مازن والمختار، ثلاث شباب رح يواجهوا سلسلة من الأحداث والمغامرات الطريفة باللحظة اللي بقرروا يخوضوا روتريب خلال 24 ساعة، نهار قبل زواج فراس الريس ابن النايب وليد الريس، بهدف توقيف عملية ابتزاز عم يتعرض لها من قبل فتاة صورت وعاره. هون ابتدأت المغامرة، مغامرة وسام صليبة، كارلوس عزار وجاد بوكرم بفيلم لبنان الجديد من إخراج وكتابة بودي سفير إنتاج فينومينون برودكشن واللي حمل عنوان ملا علقة. التجربة بشكل عام حلوة وجديدة من نوعها، جامعة هي عناصر أكثر ذكورية، بس في وجود نسائي حلو مثل تاتيانا مرعي، مثل كريستينا صوايا، وفي وجوه مخضرمة كمان. قريت السكريبت، أخذت السكريبت قريته، لقيت انه قصة كتير مهضومة وتخيلناها، هو صار يخبرني كيف نتخيلها انه اذا نعملها سيني، لقيتها كتير انه رح تطلع كوميدي كتير مهضومة. حبينا بالامكانيات اللي عنا نعمل احسن نوعية شغل ليطلع فيلم نظيف. التجربة كانت من أروع التجارب. No ego. أحلى
يعني التيم يعني احنا احلى كيمستري. الفيلم فيلم العلقه فيلم مهضوم كتير يعني فيلم لايت كوميدي رود تريب كوميدي بين هالثلاث شباب وبصير معهم مشاكل لا هدف معين يعني في شيء معين بصير معهم. هذا اول دور لي اول دور سينما لي كتير مختلف عن التلفزيون اللي بعمله كتير انبسطنا نحن كثلاثة الشباب المين رولز بالبرنامج مع تاتيانا انبسطنا بالتجربة تسلينا كتير ضحكنا كتير. بالعرض الأول لفيلم العلقة اللي انطلق بجميع الصالات اللبنانية توافدوا مجموعة من الممثلين ومحبي السينما اللبنانية على السجادة الحمراء لحضوره. بالإضافة لأبطال الفيلم بنذكر منهم تاتيانا مرعب بدور تاتي الفتاة اللي بتحرك كل القصة بالإضافة لجورج قاعي شيرين الحج كريستينا سوايا بيير شمعون إلزا الشدياء وغيرهم. فيلم العلقة فيلم جديد بينضاف على قائمة الأفلام الكوميدية اللبنانية اللي بيطرح كوميديا الموقف والمشاكل الاجتماعية. تجربة كانت حلوة كتير أول تجربة سينمائية تبديك وإن شاء الله بينال إعجاب الجميع لكل يلي حابب يضحك وينبسط يجي يحضروا للفيلم. أنا قدام نايب المسؤول الوحيد عن المشكلة اللي صارت معه وبمشي بخط باراليل مع الشباب لحتى نكون عم نحل هالمشكلة. موفي كتير مهضوم كوميدي فيه مواقف كتير طريفة ومهضومة قصته جديدة شوي غريبة مهضومة يعني ما بتشبه شيء قاطع قبل. نحن فخر لنا انه كون عم نشجع هيك انتاجات وهيك اعمال وكل الاعمال اللبنانيه عم بتلاقي نجاح كبير بسينمول. الفيد لفتني باسامي كثير كبار مش بالعمر اكيد كبار بخبرتهم بهالفتره القصيره الزمنيه صار عندهم نجوميه كثير كبيره. بجي وبشجع وبقول للكل يعطيكم العافيه وانا مأكده انه شو ما راح نشوف بالنهايه هيدي خطوه للامام لحتى نعمل احلى. شكرا ميرسي شكرا.